إنجيل عشية اليوم 30 من شهر كهك، من مزامير أبينا داود النبي. اللهم أعطي حكمك للملك وعدلك لابن الملك، ليحكم لشعبك بالعدل ولفقرائك بالحكم. هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير. فعلم يسوع وانتقل من هناك، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا، وأمرهم أن لا يظهروه، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو ذا فتاي الذي أرضاني، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع عليه روحي فيخبر الأمم بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. حينئذ أحضر إليه أعمى به شيطان، وهو أخرس فشفاه، حتى إن الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا: أليس هذا هو ابن داود؟ والمجد لله دائماً.